يا ترى لو ما كانش في كورونا كان زماننا بنعمل ايه دلوقتي؟ ويمكن ده جروب اتعمل على الفيسبوك والناس كلها دخلت ابتدت تسرد تفاصيل، يمكن تفاصيل بسيطة جدا ولكن هي مفتقداها في الوقت الحالي. يمكن انا بقى عايزة اخد الموضوع بشكل تاني، انه يا ترى لو ما جاتش كورونا ما كناش هنعمل ايه؟ يعني مثلا من الحاجات الإيجابية اللي انا شايفاها في وقت كورونا ده انه الناس بقت قاعدة في البيت اكتر، يعني بقوا الناس مش كل واحد بقى في حياته او كل واحد بيخرج، بنقدر ان احنا نتجمع على الاكل، بنقدر ان احنا نقضي وقت طويل مع بعض، ابتدينا انه نلعب مثلا العاب جماعية كنا برضو مفتقدينها من زمان، ويمكن الالعاب دي اللي هي الحاجات البسيطة جدا بتاعت الطفولة، يعني بقى في جزء شوية حتة ايجابية كده ممكن ان احنا نعملها. حلو، صحيح. يمكن كمان انت فكره ان الاب والام اصلا يقعدوا مع الاولاد ويتكلموا ويبقوا قريبين منهم وقريبين من مشاكلهم، دي حاجه حلوه على مستوى الطبيعه كمان لما احنا قعدنا نفسنا يعني ما فيهاش حاجه. بالاضافه للنقطه اللي عجباني جدا موضوع الوقايه الصحيه، فكره ان الواحد تعود خلاص انه يطهر ايده، يلبس كمامه حتى لو هو عنده انفلونزا عاديه، يعني مجرد انفلونزا تلاقيه، اعتقد ان بعد كورونا ما تنتهي ان شاء الله اللي هيجي له انفلونزا او اي حاجة عادية تلاقيه برضو لابس كمامة، هتلاقي الناس بدأت تفهم فكرة الفيروس بينتقل من شخص لشخص ازاي، فبقى عندنا الوعي بدأ يبقى. لا، وفي حاجة كمان أنا دي بقى بسطاني قوي، انه محدش يقدر يدخل البيت عندي من غير ما يقلع الجزمة بتاعته، دي حاجة أنا بتلكك بيها دلوقتي اللي هو اقلع في كورونا، مع إن في العادي اللي هو بيبقى نفسي إن أنا أقول لأي حد اللي هو اقلع، بس الواحد بيتكسف دلوقتي لقى مبرر. دلوقتي خلاص بقى في مبرر، ممكن بعد كده تقولي أنا ما حتى لو كورونا خلصت ما اضمنش. معلش يا جماعة، ممكن نرجع ترجع في أي سنة من السنين للدوامة دي بالظبط. يمكن كمان الـ 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 العادة الوحشة قوي اللي كانت عندنا مش حلوة والله يا جماعة، فكرة إن إحنا كل شوية نرجع ونقول إيه إمتى يومين الصيف دول يعدوا؟ إمتى يومين الشتاء دول يعدوا عشان تعبانين منهم؟ امتى خلص دراسه؟ امتى مش عارف ايه يخلص؟ مستعجلين على الوقت، واحنا اصلا الوقت يبقى احنا كل اللي نملكه، على فكره الموضوع الفلوس والمش عارف ايه كل ده وهم، اللي احنا بنملكه حقيقي هو الوقت.